الشريعة الإسلامية تميزت بصلاحيتها لكل زمان ومكان ومراعتها لجميع أحوال الناس مع تنوعهم واختلافهم لما تمتعت به من مرونة، ولكن المرونة دي مش سمة لكل أحكام الدين الإسلامي، فبعضها ثابت راسخ لا يقبل الاجتهاد أو التغيير زي النصوص اللي بتقرر جوانب العقيدة والعبادة والأخلاق. ليه؟ عشان تجمع الشريعة بين أمرين، بين رسوخ الأصول اللي بتكون هوية المسلم وشخصيته، وبين مرونة التعامل مع الواقع ومتغيراته. طيب والنصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام ثابتة لا تقبل الاجتهاد ولا متغيرة قابلة للاجتهاد؟ الإجابة بكل وضوح إن أحكام الميراث ونصوصه من القسم الثابت الراسخ الذي لا يقبل الاجتهاد أو التغيير. الله عز وجل قد تولى بنفسه وضع الأسس والضوابط للميراث، وكل تشريع من الله عز وجل له حكمة، بل حكم علمها من علمها. ولو احنا تدبرنا نظام الميراث في الإسلام هنلاقي إن هو أسهم في تنظيم الحقوق والأعباء المالية، وفي نفس الوقت حافظ على الروابط الاجتماعية والأسرية من خلال نظام حكيم ليه معايير محددة وفلسفة عظيمة. تعالوا نتعرف عليها مع بعض. بداية، فالقول بأن نظام الميراث في الإسلام بيعطي الذكر ضعف الأنثى على الإطلاق ده قول عاري عن الحقيقة ومنافي كمان للواقع. بيدل على كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ما قالش يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو تتبعنا صور ميراث المرأة في الإسلام هنجد إنها بترث أكتر من الرجل، أو بتساويه، أو بتأخذ وهو لا يرث في أكتر من 30 حال، في حين إنها بتأخذ نصفه في 4 حالات فقط. كمان هنلاقي في الورثة في الشرع أصناف، إما أصحاب فروض أو عصابات أو ذوو أرحام. أصحاب الفروض هم اللي ليهم نصيب مقدر شرعا ما ينفعش يقلوا عنه، وهم أغلبهم من الإناث. كمان هنلاقي إن العصابات وهم أغلبهم من الذكور بيأخذوا المتبقي بعد نصيب أصحاب الفروض. ومن هنا نقدر نفهم إن تفاوت أنصبة الوارثين في الإسلام مش سببه مجرد الذكورة أو الأنوثة، بل إن السبب الحقيقي لهذا التفاوت مبني على 4 أمور. الأمر الأول درجة القرابة، فكلما كان الشخص أقرب للمتوفى كلما زاد نصيبه من الميراث. فلو ترك المتوفى بنت وبنت ابن، البنت تورث أكتر من بنت الابن لأنها أعلى في درجة القرابة. الأمر الثاني قوة القرابة، فلو تساوت درجة قرابة الورثة قدمنا الأقوى على غيره. يعني إيه؟ يعني لو ترك المتوفى أخت شقيقة وأخت الأب، الاثنين درجة قرابتهم واحدة وهي درجة الأخوة، الأخت الشقيقة تاخد أكتر من الأخت الأب لأنها أقوى في القرابة من الأخت الأب. الأمر الثالث موقع الجيل الوارث، يعني بكل بساطة جيل الأجداد غير جيل الآباء غير جيل الأبناء، فكلما كان الجيل الوارث صغيرا مستقبلا عن الحياة كلما زاد نصيبه من الميراث أكثر من غيره، لأن حاجته إلى المال أكثر من غيره. يعني لو عندنا في الورثة ابن وأب، ابن الميت يأخذ أكثر من أب الميت حتى لو كان هذا الابن رضيعا، ولو عندنا بنت وعندنا أم، البنت أيضا تأخذ أكثر من نصيب الأم، وذلك مراعاة لموقع الجيل الوارث. الأمر الرابع التكليف والعبء المالي، فإذا تساوت درجة القرابة وقوتها وموقع الجيل الوارث هنلاقي إن الأنصبة المستحقة بتتفاوت حسب الأعباء والتكاليف المالية الملقاة على الوارثين. فمثلا لو رجل مات وترك ابن وبنت، هنلاقي ان الابن ورث ضعف البنت رغم ان هما متساويين في درجة القرابة وقوتها وموقع الجيل الوارث. ليه؟ لانهم متفاوتين في الاعباء المالية الملقاة على عاتقه، فهنلاقي ان الرجل واجب عليه النفقة، وان المرأة مالها ثروة مدخرة لا تلزمها نفقتها على نفسها ولا نفقة غيرها في الغالب. والقاعدة الفقهية بتقرر بأن الغنم بالغرم، يعني على قدر المغانم والمكاسب اللي الإنسان بيكتسبها بتكون الأعباء والتكاليف المالية ملقاة على عاتقه. وهنا ممكن حد يقول كل ده جميل، بس هي فين العدالة وما فيش مساواة بين الذكر والأنثى في كل حالات الميراث؟ طيب هو مين اللي قال إن العدالة والمساواة حاجة واحدة؟ لا طبعا، ده في فرق كبير جدا بينهم. المساواة ممكن تبقى عدل وممكن تبقى ظلم. انت لو عندك ولدين، ولد كبير ولد صغير، وبتصرف على الكبير ضعف اللي بتصرفه على الصغير عشان احتياجاته اكتر، تبقى كده عدلت بينهم ولا لا؟ طبعا عدلت، طالما كفيت احتياجاتهم هما الاثنين. بل بالعكس، انت لو عطيت الكبير قد الصغير تبقى ظلمته لان احتياجاته اكتر. نفهم من كده ان العدل مش مساواة، العدل هو وضع الشيء في موضعه مع مراعاة الحال. الاسلام لما ألزم الرجل بالنفقة على اهل بيته
قسم الأدوار ووزع المهمات وأسس العشرة على الرحمة والمعروف، وجعل قوامة الرجل مسؤولية وعلاقته بزوجته تكاملية، وراعى في التشريع خصائص ومميزات وملكات الذكر والأنثى. فالإسلام كل متكامل لا يغني جزء منه عن الآخر، ومش من الإنصاف إننا نحكم على نتائجه من غير ما نطبقه كله. وقضية الميراث فيه مرتبطة بقضايا كتير، النفقة واحدة منها. الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي مجرد محاولة بتساعدنا نشوف أجزاء تانية للصورة، وبالتالي نقدر نشوف صورة فلسفة الميراث في الإسلام كاملة.